يا سلام يا مسرور، الجو جميل قوي النهارده، والمملكه هاديه ورايقه كده. ايه الجمال ده؟ وصوت الديك حلو قوي. الله اكبر الله اكبر. ولا ريحه الهوا. الله، ده ايه اليوم الحلو ده؟ وايه البوز اللي جاي علينا ده؟ اوف مسرور مسرور، هي شهرزاد بتبص لك بقرف كده ليه؟ ما كانتش بتبص لي يا مولاي. يعني انت اخدت بالك. طيب طب ايه يا مسرور، وهو موسم البوز بدأ النهارده ولا ايه؟ طب كنت تقولي عشان احضر نفسي كده واستعد، اصل الموسم ده لازم له استعدادات خاصه. استبح على الصبح يا مسرور، ها، واخد بالك يا مسرور، وخلي ايامك تعدي ان كنت عايزها اصلا تعدي يا مسرور، ها، واخد بالك انت. الله يرحم يا مسرور، ده انت اللي زيك ما كانوش بيطلع عليهم نهار، دلوقتي بقيت بتتكلم عن الايام. الله يرحم يا مسرور، دلوقتي بقيت تحب النهار وصوت الديك. مش هو ده الديك اللي ما كانش بينيمك مرتاح من الف ليله وليله؟ طب شوف يا مسرور، وحياة عشرة الأيام اللي بينا، بقول ولا يوم من أيام ما قبل ألف ليلة وليلة. يا مسرور يا مسرور، أنا عرفت البوز بسببك يا مسرور. قبل كده ما كنتش أعرفه، كنت بسمع عنه وإنه كمان أسطورة من الأساطير وسببها غير معلوم. وبعدين البوز اللي على الصبح ده، لا تكونش الحقنة طلعت مضروبة. مولا اخرس. شفت يا مسرور قبل الفاصل كان الجو حلو ازاي؟ انا مش هتكلم. لا انا هتكلم، محدش يقدر يمنعني من الكلام. ما هو البوز ده لازم اتكلم عليه. ليه النكد؟ وايه فايدته؟ ونتيجته دايما بتبقى زهق وقطيعه وفراق. بص يا مسرور، كل مشكله وليها حل، وحلها دايما في التفكير، في الحوار. مش الحوار اللي هو نعمل حوار، الحوار اللي هو النقاش، يعني انت فاهمني صح يا مسرور؟ طيب في بعض الستات النكد بالنسبة لهم تحسه كده عامل زي البوتاجاز والفرن، بيلت ان، يعني البوز ده عنصر أساسي في تكوينهم كلهم يا مولاي. أصيل مسرور اللي قال، مش أنا، أنا قلت البعض. الفكرة إن الحياة عمرها ما بتكون وردية طول الوقت ولا سودة دايما، إحنا اللي بنتحكم في لونها، إحنا اللي بنلون سوادها بإيماننا وصبرنا وضحكنا، وإحنا برضو اللي بنسودها على عيشتنا بعندنا وكبرنا وبوزنا. انا عارف ان انا كنت قاسي على شهرزاد امبارح، بس ده من عمايلها. انا صحيت على مصيبه هي عاملاها، والمشكله انها مش عايزه تعترف بغلطها، مش عايزانا اتكلم معاها، دايما بتحول المشكله عليا انا وتنهي الحوار ببوز وما تتكلمش تاني بعدها. اخرك ده ساعات يا مسرور ممكن الست تتخانق معاك في دماغها وتقلب عليك في الواقع، اللي هو كده من غير سبب، خيالات. مشكله شهرزاد إن حساسيتها الزيادة دي بتخليها تاخد قرارات سريعة، ممكن في ثانية تخسر ناس بيحبوها بجد. مدام شايل منها كده يا مولاي، ما تسيبنا خش وخلص. يو بقى يا مسرور، حافظ لك الكلمتين، سيبها للبكرة الله يخليك، حرقيها يمكن محسودة.